مشاهدينا الكرام، ننتقل مباشرة إلى وزارة الداخلية، حيث يعقد وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل مؤتمرا صحفيا يتناول فيه نتائج الانتخابات البلدية الفرعية. ما في شك أنه العملية الانتخابية هذه كانت التجربة الثانية للبلديات. عملنا من شي 8 أشهر أو 9 أشهر أول انتخابات بلدية للبلديات المنحلة والبلديات المستحدثة، واليوم عملنا انتخابات تانية لبعض البلديات المنحلة والبلديات المستحدثة، بالإضافة إلى انتخابات لبعض القرى اللي ما فيها مخاطير. منستغل هالمناسبة لنهني الروح الوطنية عند المواطنين اللي مبارح حقيقة شي بيكبر القلب، كان في حماس جد منقطع النظير، بس ما كان في ضربة كف، كان الكل واعيين للموضوع. ويمكن هيدي هلا رح تسألوني، بس رح خفف عنكم السؤال، انه صح كانت عينة حضارية للانتخابات النيابية المقبلة. منهني الفائزين ومنتمنى عليهم انه يهتموا بالضيع تبعهم وبالمدن تبعهم، وما يختلفوا مشان ما نرجع نعمل انتخابات بلدية مرة ثالثة. ومنقول لهم للراسبين كمان يهنوا اللي نجحوا، لأنه بالنهاية انتخابات البلدية هي انتخابات تهتم بالتنمية القروية وبالتنمية المدنية، ما بتهتم بأي موضوع تاني. منتمنى أنهم يلتفوا الكل حول الناجحين حتى تكون البلد أو الضيعة أو المدينة تبرهن عن عملية إنماء، عن عملية إنماء ناجحة جدا خلال هالفترة المتبقية أو 3 سنين المتبقيين من ولاية مجلس النواب، من ولاية المزبوط. الشكر الكبير حقيقة لقيادة الجيش وللجيش اللبناني والأجهزة الأمنية كلياتهم، من قوى أمن داخلي وأمن عام وأمن دولي، اللي اشتركوا مبارح معنا وحافظوا على الأمن والنظام. وحقيقة كنت أنا بالبرمة اللي عم بقوم فيها شعرت أنه إذا كان في وفاق معين على إجراء انتخابات، وفاق سياسي على إجراء انتخابات، الوضع الأمني بيكون مستتب. الشكر الكبير كمان للمديرية العامة للأحوال الشخصية الممثلة بالمدير العام حد مني الآن السيدة سوزان، يلي قامت بحقيقة بتحضير وبإعداد كامل للقوائم الانتخابية. وبالجولة اللي قمت فيها كان أول سؤال أسأله لرئيس القلم، هل في أخطاء موجودة باللوائح؟ كان يقولوا لي كلهم لا. هلا في بعض الأسماء مش جاية قليلة هي، بس مش الحق علينا نحن كمديرية، الحق عليه هو. ما سأل ليش اسمه مش جاي، وأكيد في عدة أسباب حتى الاسم ما يجي. ما بيكون ساقط سهوا من قبل المديرية العامة للأحوال الشخصية. كمان الشكر الكبير للمديرية العامة للشؤون السياسية يلي ممثلة بالعميد الياس الخوري، قامت بدور كتير مهم، من دور إداري كبير. يعني ببلش العملية الانتخابية بالمديرية العامة للأحوال الشخصية، وبيستلمها المديرية العامة للشؤون السياسية، وهيك بتنتهي لآخر النهار من تحضير اللوائح، من تحضير الصناديق، من تحضير الأوراق اللازمة، من تجهيز الأسماء لرؤساء الأقلام ومساعدينهم. كلياتهم حقيقة يشكروا على هالموضوع، لأنه كان إنجاز مهم جدا، بالإضافة إلى إنشاء غرفة العمليات يلي دارت امبارح، غرفة يلي دارت الانتخابات من الوزارة، يلي كانت برئاسة العميد الياس الخوري. كمان الشكر للمقامين، ما ننسى لعبوا دور، وهن عندهم دور أساسي كتير مهم المقامين، وبنشكرهم على الجهود اللي قاموا فيها.
وهون حقيقة الشكر الدائم والمميز لوسائل الإعلام وللصحفيين. حقيقة نقلت امبارح للبنان وللخارج صورة لبنان الحضارية، وهون أنا حقيقة بشكركم وبتمنى إنه يضل هالدور اللي عم تلعبوا اللي عم بتقوموا فيه يكون دور مميز لما فيه خير هالبلد، خاصة إنه عم نمرق بصعوبات أمنية مش هينة، نتمنى إنكم تساعدونا فيها لحتى نقدر بقدر الإمكان نلعب الدور المسالم، الدور اللي بيتمناه 99% من الشعب اللبناني، بيتمنوا إنه يكون هالبلد رايق. ما في شك إنه النتائج طلعت والنتائج موجودة على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، اللي بيحب يفوت على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية بيشوف النتائج كاملة. طبعا ما بدنا نضيع وقت بالأعداد وبالأرقام، موجودة صارت، والقائم مقام هو اللي بيعلن النتائج طبعا مش وزارة الداخلية. اللي عنده سؤال. أولا حتى ننظم الانتخابات، وقال الأولوية بالنسبة إلي حاليا هي الأمن. لهالدرجة الأمن بلبنان يعني في خطر؟ طبعا مش في خطر. أنا قلت إذا خيرت بين أنه يبقى عدم الاستقرار بالبلد وبين إجراء انتخابات، لا أنا بفضل الاستقرار، لأنه إجراء الانتخابات مش اليوم نعملها بكرة، بس إذا كان ما في استقرار يمكن تجر وتمد أشهر ويمكن تمد سنين. بقى الأهم شيء أهم شيء هو الاستقرار لحتى تقومي بعملية الانتخابات. بس ما تنسي أنه شغلة كتير مهمة، وقت اللي بيتفقوا على قانون انتخاب الكل الكل، مش أنه يكون في اشخاص او احزاب مش قابله، وان يكن تم التصويت بالاكثريه، مفروض يكون التصويت بالاجماع على اي قانون حتى نحس انه الوضع الامني مستتب. يعني الوضع الامني صار يعني بايد السياسيين يلي هن اجتمعوا حول هالقانون لاجراء الانتخابات. طبعا بتخف المشكله الامنيه بحد كبير. معالي الوزير، عندكم معلومات يعني انتم عن وضع امني معين انه استدعى كلام للرئيس نبيه بري؟ لا، الرئيس بري عم بيحكي بصوره عامه، لانه انه هاي المره انه اول مره بيطلع بيحكي شيء خاصه بالامن. يعني هل لديكم شيء مثلا تخوف من الفتوى اللي قد تقام ضد الجيش او الاجهزه الامنيه؟ لانه صار في تلويح من شيخ داعي الاسلام انه ممكن نصدر فتوى ضد الاجهزه الامنيه لانهم يظلمون اهل السنه، يعني هذا تفصيل. هلا خليني اتفقوا على قانون 100% بالاجماع، وساعتها الشيخ داعي الاسلام يلي انا بعرفه شخصيا ما بيصدر فتوى طبعا. وبعدين بدي اقول لك شغله، الجيش اللبناني ما بينصدر بحقه فتاوى، الجيش اللبناني مؤلف من كل الطوائف اللبنانيه وبصوره خاصه من السنه. يعني هن اكبر عدد موجودين هلا بالجيش اللبناني من الطائفه السنيه. يعني اللي بقدر بقول لك انه الطائفه السنيه الكريمه اي فتوى حتكون ضد الجيش اني راح يكونوا ضدها هن بالاساس. وانت ما تنسى قديش راح شهداء من الطائفه السنيه بالجيش اللبناني، وامبارح اخر واحد من بيت زهرمان كمان من عكار، وبالاضافه كمان للي صار بنهر البارد. اذا بدك تعمل احصاء بين 170 شهيد راحوا للجيش اللبناني، بتشوف انه العدد الاكبر هي للطائفه السنيه الكريمه. بقى ما بعتقد انا انه اي فتوى بتصير رح تلاقي اقبال، خاصه فيما يتعلق بالجيش اللبناني اللي هو العمود الفقري للدوله اللبنانيه. يعني ما نتكل بقى مثل ما صار بالاحداث انه انقسم الجيش اللبناني وبقينا 20 سنه حرب. هل بده يعمل الفتوى، هل هو بيقبل انه ينقسم الجيش اللبناني ونطلع بحرب ضد بعضنا 20 سنة بعد؟ ما بعتقد انه هو بيقبل فيها او بيفكر فيها.
معالي الوزير، بالامس كانت انتخابات يعني مجرد انتخابات بلديه فرعيه محدوده جغرافيا ومحدوده زمنيا، كيف قرات نسبه الاقتراع المرتفعه جدا خاصه بالمناطق اللي اخذت طابع سياسي؟ هلا كنت انا حقيقه بفضل انه ما تاخذ طابع سياسي، تبقى طابع انمائي كروي مدني عائلي ما في مشكله، بس لسوء الحظ دائما نحن من السياسه بندخلها بالامور الانمائيه. كان اقبال، انا حقيقه تفاجات فيه ببعض الضيع في ببعض القرى والمدن، يعني وصلوا لحدود 60%. فان شاء الله تضل الهمه هي ذاتها للانتخابات النيابيه، لانه تعبير ديمقراطي، تعبير يعني وقت تعبير حول احساس المواطن انه هو بده يخلق الممثلين له بالمجلس النيابي، شغله كثير مهمه هذه. الوزير، ما يحصل بصيدا يعني في اليوم الاول بعد انعقاد المجلس الاعلى للدفاع، يعني لاحظنا يعني الاشياء الامنيه اللي عملتها القوى الامنيه والجيش بصيدا، ولكن يبدو بالامس كان نوع من الكر والفر مع الشيخ اسير وانصاره، ما الذي حصل بالامس وهل يمكن انه يتكرر؟ هلا اللي حصل بتعرفوه امبارح، انه الجيش عم ينفذ والقوى الامنيه عم بتنفذ تعليمات المجلس الاعلى للدفاع. كان اول قرار اتخذ بمجلس الاعلى للدفاع ممنوع الظهور المسلح وممنوع بقى المظاهر المسلحة، ونفذوا بصيدا. اللي صار امبارح هو انه ما كان موجود مثل ما عرفت، لانه انا كنت مهتم بالانتخابات البلدية، بس خبروني الأجهزة الأمنية انه كان بغير جامع، ومش مشكلة، قاموا الجيش اللبناني بدوره وما استمروا وقت كتير يعني بالساحة وانتهى الموضوع. ولكن يعني هل عولج الموضوع نهائيا، موضوع اعتصامات الأسير؟ لأنه هو لديه سلة مطالب، هل انقطعت الاتصالات بينكم وبينه؟ لأنه كان في مفاوضات يعني بالآونة الأخيرة. لألك شغلي، تقلك انه انتهى كل شيء بلبنان كله؟ لا، ما انتهى كل شيء، كل واحد عنده مطالب بده يعرضها، بس السلة اللي هو عم بيقول عنها، انا حقيقة شخصيا انا ما بعرفها لهالسلة هذه ولا شفتها لهالسلة هذه. بعد في موضوع سؤال بموضوع الانتخابات، هناك اجتهادات متعارضة بتفسير المهلة الدستورية لدعوة الهيئات النخبة وكيفية التعامل معها، هل برأيك تقنيا بعد ممكن ينسمح تنعمل الانتخابات بموعدها بصرف النظر عن موضوع القانون الانتخابي والاتفاق عليه؟ أنا كوزير داخلية أمامي قانون موجود حاليا استعمل بال 2009. هذا القانون نحن جهزنا له وقمنا بالتحضيرات التقنية والإدارية واللوجستية وحتى الأمنية. هلا هيدا القانون مثل ما أنا شايف إنه مرفوض من كل اللبنانيين، يعني من 99% من اللبنانيين مرفوض. القانون خلق لتسيير أعمال المواطنين، يعني مش المواطن خلق ليسير أعمال القانون. بقى بنظري أنا مفروض ده حل لهالقانون اللي هن اغلب النواب، يعني من 128 نائب في 90% منهم رافضين العوده الى هذا القانون، بس تشريعيا وقانونيا ما فينا نلغي قانون الا لما بيصدر قانون ثاني. يعني الكلام لوحده ما بينفع، بقى مفروض انه مجلس النواب يجتمع ويلغي القانون. دعوه الهيئات النخبه هي انا دعيتها من شهرين، انا بعثت المرسوم من 3 كانون الاول بالضبط، واكثر من شهرين بعثتها لدعوه الهيئات النخبه ب 9 حزيران حسب القانون النافذ اللي موجود، رغم انه انا مش مقتنع فيه كليا، يعني حتى وقت اللي انعمل ب 2009 ما كنت مقتنع، بس مرات بنعمل امور لحل مشكله. بقى مشان هيك دعوه الهيئات النخبه مفروض انه طبعا، لانه اذا الحكومه ما قامت بواجباتها الدستوريه والقانونيه، قانون موجود، الحكومه ما فيها تقول مش موجود، ما فيها تتغاضى عن هذا. ساعتها بيجتمع مجلس النواب وبيسحب الثقه من الحكومه انه انت ما قمت بدورك، في قانون موجود، بيجتمع مجلس النواب، وخاصه بهالوقت
كتار ما بدهم انه الحكومه تكفي، يمكن المصيبه بتجمع. معالي الوزير، برايك حسب نظرتك للامور، نحن متجهين لتاجيل الانتخابات لمده 3 اشهر او اكثر، من يعني لايلول ولا ابعد من هذا التاريخ؟ بس لك، اذا هلا، من هلا لشهر او ل 15 يوم، ما بقى في شهر، هلا ال 15 يوم عملوا انه تساليني بجاوبك، بيكون تاجيل له وقت معين. اذا مضت الثلاث اشهر كلهم ووصلنا ل 20 حزيران، يعني خلصت ولايه مجلس النواب وما نعمل شيء، اذا سالتيني بقول لك. بس هلا، من هلا انا ما فيني حدد قديش ممكن. بعدين التاجيل التقني يلي هذا بيتعلق بالاصلاحات اللي بدها تنشا بالقانون الجديد، والتحضيرات اللي بدنا نحن نقوم فيها كمان، هذا كله معلق ببعضه. فاذا ما ننطر القانون الجديد لحتى نقدر نقول لك انه بهالتاريخ نحن فينا نعمل انتخابات. شكرا. إذن مشاهدينا الكرام، تابعنا المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير مروان شربل بعد انتهاء الانتخابات البلدية الفرعية، فهنأ الفائزين واعتبر هذه الانتخابات التي اتسمت بالروح الوطنية ووصلت نسبة المشاركة فيها إلى 60% في بعض القرى، اعتبرها عينة للانتخابات البلدية المقبلة. شكر شربل قيادة الجيش وكل الأجهزة الأمنية الذين ساهموا في المحافظة على الأمن والنظام لحسن سير العملية الانتخابية. أما بالنسبة للنتائج، فقد ذكر أنها أصبحت كلها موجودة على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الداخلية. وردا على سؤال عن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، قال شربل: الانتخابات إذا مش اليوم بنعملها بكرة، ولكن المهم هو الاستقرار لإجراء الاستحقاق. تابعوا المزيد في نشرة بيروت اليوم.